الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. محمد المصطفى الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين والذي قال سبحانه وتعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل العميم. أيها الإخوة المؤمنون نجتمع في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الأبرك بمناسبة إسلامية عزيزة على قلوبنا ألا وهي مناسبة مولد سيد الكائنات محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نجتمع في هذه الزاوية المباركة جريا على العادة التي دأب على تنظيمها الشرفاء التهاميون بهذه المناسبة زاد الله في معناهم ولما يحبه ويرضاه هداهم ووفقهم. ويشتمل برنامج هذه الليلة المباركة كما هو مسطر في الكتيب الذي بين أيديكم على قراءة سورة الفتح جماعة ثم ترتيل آيات بينات من الذكر الحكيم من تلاوة الفقيه السيد الحاج محمد اليماني ثم حصة من الأمداح النبوية يشرف عليها الأخ الفاضل والصديق العزيز الحاج عبد المجيد بن الصديق ثم سرد قصة المولد النبوي الشريف من طرف المادح نفسه ثم درس ديني توجيهي بالمناسبة يلقيه فضيلة الفقيه العلامة الحاج عبد السلام الطاهري عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة سلام ثم الختم بالدعاء لأمير المؤمنين ولكافة المسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا
لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Yeah.
تجري من تحتها هو الذي أرسل رسوله
لقزح فجشته فأزاره مسغلنا سواح على سوقه نعشب سراح من أرض ضبير الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
بشيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الله 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 لا
Hey, hey, oh.
الحميد كأنه مهرب أبطال أبرات أو عسكر في الحرام من راحة سيد رومي نبدأ به بعد تصفيه ببطنه ما نبدأ موسى في قبيل أحشائي ملتقى أشجار ساجدة تمشي إليه على صافي بلا قدم كأنما سطر لما له عرس and
صلوا عليه صلوا على
المصطفى حقا. Yeah.
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا آوي إلى أحد فأنت نور الهدى فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندايا سر الندى يا خير معتمد محمد إني بجاهك عائد مما عراش اسمي محمد إني بجاهك عائد مما عرى والحال إن عظمت والحال إن عظمت فلا يدعى لها إلا العظيم وأشرف الشفعاء ولقد دعوتك حين جلت كربتي ولم ألف غيرك كاشفا لبلائي والحال إن عظمت فلا يدعى له والحال عظمت فلا يدعى لها إلا العظيم وأشرف الشفعاء
في حرم يسمو بساكنه على السماء والثرى والسهل والجبل. ونحن في حرم يسمو بساكنه على السماء والثرى والسهل والجبل. أكرم بها بقعة بالمصطفى شرفت، أكرم بها بقعة بالمصطفى شرفت على البقاع وضمت أكرم الرسل. أجل من وطئ الغبر أفضل من، أجل من وطئ الغبر وأفضل من مشى على الأرض من حاف ومنتعل. يا واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرام. يا إني
شرفا. إني نزيلك يا خير الورى شرفا، تملأ يدي بجود منك قد وكفى. فالضيف إن جاء باب الأكرم ناله حسن الضيافة، يلقى البشر والتحافة. فأنا في حماكم أستجير بكم، هاشا يضام، هاشا يضام الذي، هاشا يضام الذي في بابكم، في بابكم وقفا. وبحق من أحببته وبعثه، وبحق من أحببته وبعثه وأجبت دعوة من به يتشفع. لما نظرت إلى أنواره سطحت، لما نظرت إلى أنواره سطحت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدره. وإن تقدم ذو تقوى بصالحتي، قدمت بين يدي عبرة الندام بك يا محمد، تشرق الآفاق يا خير نور أبدع الخلاق، يا من بي ختم النبوءة ربنا وتكاملت بكماله أخلاق. لحلي نور الهادي أخي، لحلي نور الهادي Yeah.
Yeah.
Wow.
Yeah.
قبلنا الناجي بكر في سيرته ولسان مقالته الليجي وأبي حفص وكرامته بقصة سارية خلجي وأبي عمرو ذي النورين وسهل وسهل بهجي وأبي حسن في العريها Oh,
تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتقضي بها حاجتي صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. سبحان من أوجد الأكوان بمحض رحمته، سبحان من دبر الخلائق بلطيف حكمته، تفضل منه تعالى وامتنانا. سبحان من انفرد بالإمداد كما انفرد بالإيجاد، سبحان من تنزه عن الأضلال والأنداد، تعالى مولانا عن ذلك عزة وسلطانا. سبحان من تواضعت الموجودات لعزته، سبحان من تصارت الملوك لهيبته، افتقارا إليه تعالى وإذعانا. سبحان أسبحت له السماوات وأملاكها، سبحان أسبحت له النجوم وأفلاكها، تسبيحا عاما قلبا ولسانا. سبحان أسبحت له الأرض وسكانها، سبحان أسبحت له البحار وحيتانها، فكان ذلك دليلا على وحدانيته وبرهانا. سبحان من شرف نوع الإنسان، سبحان من فضله في سائر الأزمان موهبة منه تعالى وإحسانا. سبحان من فتح بصائر نخبة عبيده حتى هاموا في مام العرفان، سبحان من سقاهم من رحيق محبوبيته حتى عربدوا على الأكوان وتزرعوا كؤوس الحب ألوانا. سبحان من شرف في الوجود نور الحقيقة المحمدية، سبحان من احتحفه بأسرار إلهية منحة منه تعالى سرا وإعلانا. سبحان من جعله معدن أسراره الغيبية، سبحان من اختاره لفتوحاته الصمدانية وفتح به قلوبا عميا وآذانا. سبحان من صلى على هذا النور الأقدس في حضرته الأحدية، سبحان من خصصه بعطايا وبيا وجعل محبته على الإيمان عنوانا. سبحان من جعل يوم ولادة الذات المحمدية عيد الفرح والسرور والتهاني، سبحان من احتحفنا فيه ببلوغ المنى والأمان، فبشرى لنا بهذا الطالع السعيد بشرانا. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الظاهر وسرك الباهر أفضل المخلوقين شانا، قطب الدائرة وسيد أهل الدنيا والآخرة وأكمل الناس عرفانا، الممنوح أفضل الكرامات المخصوص بعموم الرسالة ومحكم الآيات، المعجز ببلاغة قصة وأسحبانا، سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من انتمى لعلي جنابه، صلاة لا يحصى عددها زمانا ولا مكانا. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الوقت بنسين على أكمل مولود وأجل وبلوغا
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا رب لطفك الخافية في أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. أما بعد حمد الله الذي لا فوز لنا إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته وعنايته المستحق لجميع حمد الحامدين، فإن أفضل ما تنافس فيه المتنافسون وأكمل ما اعتنى به المعتنون هو التعلق برسول الله أفضل العالمين الذي لا يصل إلينا خير إلا على بابه ولا فوز لنا إلا في التملق على أعتابه، إذ هو سيد الأنبياء والمرسلين الواسطة الأعظم الشفيع الأكرم ممد الأولين والآخرين، فما تعلق به أحد إلا ونال فوق ما طلب ولا التجأ إليه إلا وأحرز أرفع الرتب، وفي ذلك آيات للموقنين. ولما كان التعلق به صلى الله عليه وسلم سبب إدراك كل سول وبلوغ كل مامول، أردت أن أتعلق بهذا الجناب الشريف والقدر الشامخ المنيف بذكر نكتة يسيرة أسرد فيها بعض مآتي العالية المقدار وقصة مولده العظيمة الفخار، عسى أن تهب علينا في هذه الليلة المباركة نفحة ربانية ومنحة اختصاصية من هذا النبي الكريم الذي لا يخيب من أمله ولا ينتصر من خذله، من يعتصم بالنبي حاز كل منى وصار بين الورى في أشرف الرتب، يا حاضرين لسمعي مدحه مشرفا صلوا عليه تنالوا غاية الأربي. Be
إلا أفرجه الله صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير لما طلقت مشيئة الحق تعالى بإيجاد الأكوان وما يكون منها أو كان اختار مولانا جل علاه نور الحقيقة المحمدية وأضافه تشريفا له إلى الحضرة الصمدية وأطلع شمس الكمال المحمدي سراجا منيرا وأوجد الروح الأحمدية إنسانا كبيرا وجعل نوره عليه الصلاة والسلام أصل جميع الكائنات بأسرها وأساس مجدها وفخرها وكفلا وهو صلى الله عليه وسلم قطب دائرة المجادة وشمس ضحاها وفخر السيادة وتاج علاها وينبوع الأنوار وسراج ضياها وخازن الأسرار الجبروتية وحامي حماها فائدة الكون ومعناه وسره الذي بهر العوالم سناه المنتخب من خلاصة ولد عدنان أشرف والد وأكرم مولود من نوع إنسان أخرج البيهقي في الدلائل طبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل والديلمي وابن لال وغيرهم بسند قال الحافظ ابن حجر في أمانيه لوائح الصحة ظاهرة على صفحات متنه عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم أر بني أب أفضل من بني هاشم الله أظلم في الوجود محمدا وأباحه سرا لديه مكتما طوبى لسامع مدحه ومعربدا في مدحه صلى عليه وسلم Yeah.
شقاء وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ولما أراد الله تعالى إبراز تستر المصون
الساري في الظهور والبطون. ألم سيدنا عبد المطلب فخطب سيدتنا آمنة لولدي سيدنا عبد الله، وهي يومئذ أفضل امرأة في قرش في الحسب والحسن والرفعة والجاه، فتزوجها وبنى بها ولم يبن كما ذكره غير واحد من العلماء قط بغيرها. فما نظر ما حملت أنثى ولا
بوضعه ابنة وبفخار بلا سناله النساء وأسس حولها بأفضل مما أملت صدرها يقول أفراء شنزته الأملاك إذ وضعته وشفنا بقونها أطلق الرجاء محمد وأمامه فضل لديه عظيما في محكم تنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما سلح بضرورة وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين ومحيا كالشمس منك مضيء أصفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف ألقاد ولد المصطفى وحق الهناء خالدين مرسلين حوضان
تكشف قربته صلى عليك وعلى آلك وسلم. سيدي يا رسول الله كيف يثني عليك مادح فلم تزل عطيته صلى عليك وعلى آلك وسلم. سيدي يا رسول الله كيف يؤم بابك عاني فلم تحصل بغيته استجير بك مستجير فلم تكمل رغبته صلى عليك وعلى آلك وسلم. سيدي يا رسول الله كيف يرغب إلجائك إلى الله راغب فلم تقضى حاجته صلى عليك وعلى آلك وسلم. سلام عليك يا من أضاءت لميلاده قصور الشام وكانت الملائكة تزوره وتحييه بالسلام الذي جعل الله مقامه أعلى من سائر المقامات الله عليك وعلى آلك وسلم. سلام عليك يا من سلمت عن الأحجار وأجابت دعوته الأشجار وأتى بدين حلف سمع واضح الآيات وتفجرت من بين أصابعه الماء النمير وأبرأ بلمسه أهل الأمراض ينعاها الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا سراج العوالم المفضل على الكليم والخليل الممدوح في الفرقان والزبور والتوراة والإنجيل الموصوفة بجميل الصفات الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من فاح عرفه الطيب في أرجاء الملك والملكوت وعمت وجوه السكينة التي طابت من طيبه مكة المدينة وانهلت علينا بسببه سحائب الرحمات الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا معدن اليمن والسعادة والبركة ونعمة الباري على المخلوق في السكون والحركة الشفيع المشفع يوم تراكم الأهوال والحصرات الله عليك وعلى سيد الأنام الذي نسجت عليه العنكبوت وظل له الغمام حاملا لواء الحمد وصاحب المقام المحمود
المتحلي بأنواع التشريفة. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا قدوة أهل الخشوع والإنابة وصاحب الوسائل المقبولة والدعوات المستجابة، المتحقق بمقام العبودية والمحبة والمحبوبية والخلة وعلو الدرجات. الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا لسان الحق الصادق اللهجة والمقال وحسنة الأيام والليال، الذي كتب الله اسمه الشريف على ساق العرش والكرسي وسائر من في الأرض والسماوات. الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا أفخر الملوك والسلاطين وإمام الأنبياء والمرسلين وطبيب القلوب ومفرج الكروب وسيد السادات. الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من أعطاه الله الحسن كله وقال فيه مولانا علي لم أر قبله ولا بعده مثله، خاتم الأنبياء وأكمل المخلوقات. الله عليك وعلى وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ربنا الكريم في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لنا جميعا بأن بارك الله في أعمالنا حتى أدركنا هذه الليلة التي نفرح فيها بولادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من الأصدقاء ومن الأحباب ومن الشيوخ ومن الأساتذة ومن الجيران ومن الأقارب قد انتقلوا إلى الدار الآخرة. فهذه الليلة المباركة هي صلة الرحم فيما بيننا، لنتذكر ونترحم على من انتقل إلى الدار الآخرة، ولندعو كذلك بالشفاء والعلاج لمن يعاني من الأمراض ومن الأسقام والعلاج. فيقول ابن كثير رضي الله عنه في كتابه التفسير في شرح هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رضي الله عنه: فضل الله وهو الإسلام، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورحمته هي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ذكر القرآن وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
فإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من دعا على قومه ومنهم من رأى قومه تعذب، فمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله ربنا رحمة للكون بأكمله، للإنس والجن والحيوان والطير والنباتات والجمادات. ويروي لنا كذلك ابن عباس رضي الله عنهما في شرح هذه الآية الكريمة قال رضي الله عنه: من شكر ربه على هذا الفضل وعلى هذه الرحمة عاش سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. وهنا معشر المؤمنين نطرح السؤال على أنفسنا انطلاقا من هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من شكر هذا الفضل وهو الإسلام، وشكر هذه الرحمة وهي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. وحينما نعرض هذا الحديث على واقعنا وعلى واقع المسلمين بصورة خاصة، فنجد المسلمين لا يشعرون في هذه الدنيا بالسعادة، فما بالك يوم القيامة؟ وما هو السر وما هي العلة أن المسلمين لا يشكرون ربهم، أن المسلمين لا يتعاملون بمنطوق الآية وبمفهوم الحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ فعلاجهم في الرجوع إلى القرآن، وعلاجهم في اتباع سيرة المصطفى واتباع شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في القرآن الكريم: قل يا رسول الله لأمتي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن اتبع مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شريعته فالله يحبه، فالله يحبه. وإذا أحب الله العبد لم يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما معنى هذه المحبة؟ قل إن كنتم تحبون الله، وذلك بتطبيق شريعة الإسلام، وذلك بتطبيق شريعة الإسلام أمرا ونهيا. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يا معشر المؤمنين يحببكم الله. وإذا أحب الله العبد سهل له كل ما يشغله في الدنيا وفي الآخرة، وهذه هي السعادة التي ذكرها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في شرح الآية السابقة. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنهما في شرح هذه الآية: ومن أعرض عن هذا الفضل وأعرض عن هذه الرحمة التي هي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله لم يعذبه في الدنيا بسبب وجود القرآن يتلى، وبسبب سيرة المصطفى، وبسبب الصلاة على النبي، وبسبب التعلق المؤمنين بربهم وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. ويقف عند أنواع العذاب التي كانت تصيب الأمم السابقة، ويقف عند أنواع العذاب التي كانت تصيب الأمم السابقة. فكان الإنسان يرتكب ذنبا ويمسخه الله، يمسخه الله من إنسان إلى حيوان، يرتكب ذنبا ويمسخه الله من إنسان إلى شجرة، يرتكب ذنبا ويمسخه الله إلى جماد. فالله بفضل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمكانة المصطفى عند ربه رفع هذا النوع من أنواع العذاب على الإنسانية جمعاء. لماذا؟ لأن المؤمن حينما يكون في الدول الغربية، وقد يكون في الصين أو في غيرها، ويصلي ويقرأ القرآن فتنزل الرحمة وتعمه وتعم أسرته وتعم حتى من يعيشون بجواره من النصارى ومن اليهود ومن المجوس. وهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى بسبب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن الكريم وفي الآية التي رتلها صديقنا وأخونا
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، من أوفى من البشر ومن الجن ومن سائر المخلوقات بعهده أكثر من الله سبحانه وتعالى الذي عاهد ووعد المؤمنين الصادقين المتشبتين بمحبة الرسول والمتشبتين بالسير على نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعيشوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة. ذكر لنا سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، وهو واقف، يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سأله في المرة الثانية وهو واقف فلم يجبه رسول الله، وفي المرة الثالثة سأل وجلس تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عندئذ رفع مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه وقال: أين السائل؟ فوقف وقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسأل عن قيام الساعة وماذا أعددت لها؟ تسأل عن قيام الساعة وماذا أعددت لها؟ وهذا سؤال يطرح علينا معشر المؤمنين، هل نجد ونجتهد ونتذكر بأن الموت يأتي غفلة، والموت لا يختار، والموت لا يختار بين الكبير المسن وبين الصغير وبين الشاب وبين الشابة وبين المرأة وبين الأم وبين العالم وبين الشريف أبدا. ولذلك جاء في القرآن الكريم: لا تأتيكم إلا بغتة. بالأمس القريب كان الفقيه الزومي رحمه الله يجلس هنا في ذلك المكان، بالأمس القريب كان فقيه حصيني يجلس هنا، بالأمس القريب كان سيد عبد الرحمن بن موسى يجلس هنا ويسرد علينا قصة المولد، كان سيد أحمد العمراوي، كان شيخنا سيد مصطفى النشار، وكان سيدي بوبكر القادري، وكان 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 من العلماء ومن الأفاضل ومن ومن ومن. ولكن البقاء لله، ولكن البقاء لله. إذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسأل عن الساعة وماذا أعددت لها؟ فأجاب الصحابي رضوان الله عليه وقال: يا رسول الله، لم أعد لها لا كثير الصيام ولا كثير الصلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ثم يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: والله لم نفرح فرحا أكثر من هذه البشرى التي بشرنا بها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا أنس: والله إني أحب الله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأحب سائر من يقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المحبة معشر المؤمنين، بهذا التعلق بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحيي هذه الليلة مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، مع هؤلاء الأخيار الذين نقلوا الخطوات من أماكن ومن 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 إلى غير ذلك، حبا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونرجو من الله أن نكون بحبنا لرسول الله وبحبنا لربنا وبحبنا للقرآن وبحبنا لمن يسدي الخير لأمة الإسلام أن نحشر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نرد عليه الحوض، إنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الليلة المباركة، وكما أخبرنا من يوثق في قولهم وفي رأيهم، من أتى إلى هذه الليلة، وكل ليلة في أي مكان، في المسجد، في الزاوية، في الضريع، وأتى بصدق وبإخلاص، وكان هدفه أن يفرج الله كربه، وكان هدفه أن يحقق الله رجاءه، فالله لا يخيب من قصد ربه وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المقصد النبيل الشريف. فلذلك علينا أن نخلص العمل لله،
وأن نخلص قراءة القرآن، وأن نخلص مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأن شيخنا رضي الله عنه سيدي مصطفى النجار كان يقول: هناك اثنان لا يشقيان في الدنيا، اثنان يعيشان سعيدان في الدنيا ثم إن شاء الله السعادة في الآخرة، وهما من يقرأ القرآن خالصا لوجه الله الكريم، من يندح المصطفى صلى الله عليه وسلم خالصا لوجهه الكريم، فالله يحقق لهما السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ونرجو من الله سبحانه وتعالى، وفضل الله عظيم، أن يحشرنا مع أهل القرآن الصادقين المخلصين، وأن يحشرنا مع من يمدحون المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لأن أهل الخير وأهل الفضل إذا لم يكن الإنسان واحدا منهم فعليه أن يتشبه بهم، فعليه أن يقتدي بهم. ولذلك معشر المؤمنين نتوجه إلى الله في هذه الليلة المباركة، ونتوجه إلى الله وقلوبنا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما فيها من شوق إلى الله وشوق إلى الرسول عليه السلام، وربنا يعلم ما في قلوبنا من محبة الخير لبعضنا البعض، ومن محبة الخير لأمتنا وللأمة الإسلامية جمعاء. اللهم حقق رجاءنا، اللهم اقض أغراضنا، اللهم صد أعراضنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اسلك بنا مسالك النجاة، اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أدم علينا يا ربنا نعمة الأمن والاستقرار، واحفظنا يا ربنا في أميرنا وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه. اللهم اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وشيوخنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا يا ربنا أنت تعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه الأعين، فأعطني كل ذي سؤال، فأعطني كل ذي طلب مطلبه، وأعطني كل من يسعى في الخير ويسعى في أن يحقق الله له أمنيته في هذه الليلة المباركة دون أن نغادر هذا المكان، حتى تعطي لكل واحد منا ما يرجوه من خير الدنيا والآخرة. يا ربنا هناك عدد من الناس حرموا من نعمة البنوة، حرموا من نعمة الأبناء، لا الذكور ولا الإناث، وهم يتوجهون في هذه الليلة يا ربنا لترحمهم بالذرية الصالحة، كما رحمت سيدنا زكريا، كما رحمت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما ذلك عليك يا ربنا بعزيز. الشرفاء التهاميين يا ربنا اجعل أخوتهم أخوة الأبرار، واحفظهم يا ربنا في إيمانهم وفي أخوتهم، وأدم عليهم يا ربنا مددك ومددك وسندك، واجعل توكلهم عليك يا ربنا توكل المؤمنين الصادقين. اللهم يا ربنا إنهم يبذلون قصارى جهودهم في إحياء هذه الليلة، وييسرون كل شيء ليحصل المؤمنون على الخير وعلى الفضل، فأعط الجميع ما يرجوه ويؤمله، وارحم المؤسس لهذه الدروس ولهذا الاحتفاء القاضي الشريف سيدي عبد القادر التهامي، وارحم ولده سيدي عبد الرحمن، وارحم نجله سيدي إبراهيم، وارحم المقدمين، وارحم المادحين الذين كانوا يشنفون الآداء، يشنفون الأذن بالإنشادات وبالأمداح، وارحم المقدمين الذين كانوا يسهرون على هذه الزاوية لتبقى هكذا نقية نظيفة يستقبلها عباد الله في كل سنة. اللهم اللهم يا ربنا أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، من علينا يا ربنا بالتوفيق في الأعمال الصالحة،
وجنبنا يا ربنا الشر والأشرار، وجنبنا يا ربنا الشر والأشرار، واختم علينا بلا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا عالي يا متعالي يا من هو في السماء عالي، يا عالما بحالنا وأحوالنا، أرسل مفاتيحك واحلل أقفالنا، وأرسل قاضي الفرج ونحن في مكاننا، يا من لا يغيب عنا ولا ينسانا. ورحم الله ورحم الله أحد العارفين بالله حين مدح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأبيات الشعرية التي تفوح حبا وتفوح صدقا وإخلاصا لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت الذي بك في الدنيا والآخرة من ربنا نرتجي الإفضال والكرم، أنت الذي له أنت الذي لم يخب من أنت شافعه، أنت الذي بك كل الناس قد رحم، وأنت أفضل من صلى وصام ومن سعى وطاف وحج البيت واستلم، يا من صحابته نالوا بصحبته فضلا وأمته قد فاقت الأمم، أنت الشفيع ونحن المذنبون، وما في جمعنا مذنب إلا وقد ندم، وما ذكرنا الذي قد كان من زلل إلا نترنا دموعا خلطت بدما، وقد ختمنا حديثا أنت قائله، وقد ختمنا حديثا أنت قائله، يا من به ربنا للرسل قد ختم، اشفع لنا اشفع لنا ولكل المسلمين، فما شفعت في مسلم إلا وقد سلم، صلى عليك إله العرش ما عبست سحابة ورآها البرق فابتسم. اللهم شفع فينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم شفع فينا ملائكة الرحمن، اللهم شفع فينا خالقنا، اللهم شفع فينا الفضلاء من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يقال الناجي فينا يأخذ بيد أخيه، اللهم اجعلنا من الناجي، واجعلنا من الثلث الناجي الذي يدخل إلى الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا من 70,000 الذين يدخلون إلى الجنة بغير حساب. وقال الإمام ابن حجر رضي الله عنه في شرحه في فتح الباري 70,000 مع هذا عدد قليل بالنسبة للأمة الإسلامية، ها هي اليوم 4 ملايير تقريبا، مليار ونصف نقول جوج الملايير من المسلمين، وما فائدة 70,000؟ هي عدد قليل. فقال ابن حجر وقال الإمام النووي، وانظروا إلى فضل الله، مع كل واحد 70,000، 70,000 مع كل واحد 70,000، ووصل العدد إلى الملايير العديدة. وهذا هو فضل الله، وهذا هو ربنا، وهذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صلاة تجينا
بها من جميع الأهوال والآفات، واقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رد المسلمين، رد بالمسلمين خيرا. اللهم يا رب رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم يا رب انصرهم على شياطين الإنس والجن. اللهم يا رب انصرهم على الأنانية وحب الذات المقيت. اللهم يا رب لا تشبت في المسلمين أعداءهم، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.